السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بالجميع. شكرا للزميل مجدي القاسم وضيفه الكابتن مراد بنورة. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، تركنا الشوط الأول ينتهي ما بين الفريقين بنتيجة التقدم 1-0 لمصلحة فريق هلال القدس. الشوط الثاني متابعينا في كل مكان سينطلق بعد ثواني قليلة ما بين الهلال والعنابي، ما بين الزعيم والثقافي هنا على ملعب فيصل الحسيني. شوط أول متابعينا في كل مكان كانت فيه السيطرة هلالية، السيطرة للزعيم الهلالي، ومن خلالها سجل هدف مقابل لا شيء في أرضية الميدان في الدقيقة 21 من عمر هذا اللقاء. متابعينا في كل مكان، شوط ثاني ينطلق ما بين الفريقين، فيه يعني التعليمات جاءت بالتأكيد من مهند عمر، وجاءت بالتأكيد على الجهة الأخرى من الكابتن عبد الله الصيداوي مدرب فريق الهلال، الذي كما قلت التقدم 1-0 يعطي الأفضلية حتى الآن في أرضية الميدان في هذا اللقاء على كتيبة العنابي الكرمي، التي في الشوط الأول لم تقدم ما يلبي طموحات جماهيرها، ما يلبي طموحات عشاقها، ما يلبي يعني طموحات المتابعين الكرميين، وما يشفع للفريق العنابي من تسجيل هدف في مرمى الهلال العاصمي. شوط ثاني يبدأ في هذه اللحظات، يبدأ في هذه الدقائق بالتأكيد ستكون مختلفة عند فريق العنابي على مستوى أرضية الميدان. هدف سجله فريق هلال القدس في مرمى الثقافي، الفريق الذي عانى على مستوى الشوط الأول. هذا الشوط الثاني يدخل في مهند عمر وكتيبة العنابي في أرضية الميدان بحارسه أحمد خليفة في حراسة المرمى، معاذ برهوش، أحمد قطميش قلوب الدفاع في أرضية الميدان، عبد الله الطبال على اليمين، وفادي قطميش على اليسار، يلعب بأسامة الصباح وبراء أبو ليفي كلاعبي ارتكاز في أرضية الميدان. أدهم خويلد يلعب أمامهم، معن جمال يلعب على اليمين، وصالح نصر الله يلعب على اليسار، بينما أحمد أبو ناهية يلعب كرأس حربة صريح في أرضية الميدان في تشكيلة الرجل الذي يقود دكة فريق العنابي الفنية في هذا اليوم مهند عمر. قلنا بغياب الكابتن جمال حدايدة في هذا اللقاء. على الجهة الأخرى فريق الهلال المقدسي يلعب بمهدي الزعبي في حراسة المرمى، محمد أبو ميالي، محمد السمار وسط الدفاع الهلالي، على اليسار يلعب سامر الجندي، على اليمين يلعب إيهاب شاهين، وسط الميدان يلعب هاني عبد الله، يلعب إلى جانبه محمد درويش، بينما على اليمين يلعب محمد عبيد، موسى فيراوي على اليسار، ويلعب نور خليل إلى جانب ساري جاد الله كلاعبي هجوم في تشكيلة عبد الله الصيداوي مدرب فريق الهلال في هذا اليوم. متابعينا في كل مكان، شوط ثاني يبدأ، شوط ثاني ستكون فيه الأمور، نتمنى أن تكون فيه الأمور مختلفة، يحضر التكافؤ ما بين الفريقين على مستوى الأداء والفرص حتى نشاهد لقاء مميز أفضل أحلى وأجمل ما بين الفريقين، ما بين الناديين، ما بين العنابي والهلال العاصمي. لا تغييرات على تشكيلة العنابي، لا تغييرات على تشكيلة هلال العاصمة في أرضية الميدان. دخلنا هذا الشوط الثاني، نلعب حاليا في هذا الشوط الثاني ونلعب في أرضية الميدان، 45 دقيقة أخرى ما بين الفريقين، فيها ستحسم الأمور بكل تأكيد ما بين الهلال والعنابي. هذه هلالية، الكرة ملعوبة في الأمام، هاني عبد الله ملعوبة كرة على اليسار بانطلاقة حاليا عن طريق سامر جندي، عرضية مرت من الدفاعات هلالية، عادت مرة أخرى هلالية حاليا عن طريق محمد أبو ميالي. محمد أبو ميالي كرة ملعوبة كادت أن تقطع في اللقطة الماضية، يلعب محمد درويش للهلال، حاليا كرة في الأمام من هاني عبد الله، هاني عنده كرة، يعود لمحمد السمار على
الجهة اليسرى تلعب لموسى فيراوي، تعود لمحمد درويش. شوط ثاني يبدأ فيه الهلال ضاغط على مرمى فريق العنابي وسط الميدان، ينتقل اللاعب على الجهة اليمنى هاني عبد الله، يلم واحد، هاني مرر أخذ كرة هاني لنور، حاليا يلعب لموسى فيراوي، فيراوي كرة في الأمام، لكن الدفاع العنابي ينقذ عن طريق فادي قطمش في اللقطة الماضية بشكل ممتاز بشكل جميل، ينقذ العنابي فادي قطمش في اللقطة الماضية من أمام إيهاب شاهين مهاجم فريق الهلال الذي يلعب اليوم كلاعب ظهير يمين في أرضية الميدان. قلنا بأنه الشوط الأول جاء في الأداء والضغط لمصلحة الهلال، الشوط الثاني يتمنى مهند عمر بأن يكون لصالحه، وعلى الأقل يكون مبدأ تكافؤ الفرص والأداء ما بين الفريقين حتى يكون للعنابي على الأقل فرص خطيرة في أرضية الميدان. في هذا الشوط الثاني ملعوبة الكرة أمامية وسط الميدان، تعود عنابية يلعب على الجهة اليسرى مع جمال، انطلاقة من معن، تمريرة عند أحمد أبو ناهي، أحمد يلعب كرة عرضية يبعد الدفاع عن طريق سمار، يبعد الدفاع الهلالي عن طريق سمار في اللقطة الماضية، تعود لإيهاب شاهين، حاول العنابي في اللقطة الماضية حاول العنابي في الكرة الماضية لكن لم يعني تصنع خطورة على المرمى، أبعدها الدفاع قبل أن تصل للاعب العنابي في اللقطة الماضية. حاليا عند دفاعات الهلال ملعوبة الكرة في الأمام وسط الميدان، نور يلعب لهاني عبد الله، هاني بتمريرة حاليا عند سامر الجندي، يلعب كرة على اليسار عرضية خطيرة تبقى هلالية عن طريق موسى فيراوي، موسى فيراوي حاليا لسامر الجندي، يلعب عرضية داخل المنطقة هلالية، لا تعود لمعن جمال الذي يعود بالعمليات الدفاعية حاليا عند كتيبة العنابي، يلعب باتجاه أحمد أبو ناهية، تعود للحارس الهلالي في اللقطة الماضية، يلعب كرة أمامية فيها تعود بخطأ لمصلحة فريق الهلال في الكرة، يلعب الهلال سريعا حاليا انطلاقة محمد عبيد، مرور بشكل ممتاز محمد عبيد، لكن تسلل حاضر على نور في اللقطة الماضية، كان يعلم تماما بأنه متسلل نور خليل، قلنا اللاعب اللي سجل في مرمى طوباس عندما لعب بشكل أساسي في تشكيلة عبد الله الصيداوي. وسط الميدان حاليا تقطع عند الهلال انطلاقة عن طريق محمد عبيد، هاني عبد الله، هاني عبد الله هجمة حاليا هلالية تعود لهاني، يلعب لنور، نور عنده كرة نور، والتسديدة عادت من الدفاع عن طريق برهوش وسط الميدان حاليا، تتحول الكرة يلعب على الجهة اليمنى أحمد أبو ناهي، محاولة المرور يكسب خطأ وتدخل في الكرة واللقطة الماضية عن طريق السمار، محمد السمار في اللقطة الماضية، تعود بخطأ لمصلحة العنابي، ضربة حرة مباشرة حاليا لمصلحة أحمد قطميش، أحمد قطميش عنده ضربة حرة مباشرة حاليا، العنابي يحاول على مرمى فريق الهلال، لا يريد بالتأكيد أن يتلقى هدف ثاني، يريد بالتأكيد أن يسجل هدف التعادل في مرمى الهلال، خصوصا بأنه في هذا اليوم لقاؤه على المحك، هذا العنابي عنده كرة أمامية داخل المنطقة خطيرة لكن تبعد عن طريق دفاعات الهلال، تعود بتسلل وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة دفاعات الهلال العاصمي في أرضية الميدان عند مهدي الزعبي، مهند عمر أفكار كثيرة تدور في رأس هذا الرجل، سيناريوهات كثيرة بالتأكيد يفكر ما الذي يعني يجب أن يفعله في الدقائق القادمة من أجل تسجيل التعادل في مرمى الهلال، تعود كرة عنابية حاليا،
لكن يتدخل الدفاع الهلالي في اللقطة الماضية. يلعب كرة خارج أرضية الميدان، هناك إصابة عند أحد لاعبي فريق الهلال. عبد الله الصيداوي وتفكير في حال سقط أي لاعب على أرض الميدان. لكن سامر جندي، سلامات لسامر جندي، ستعود لكتيبة العنابي في اللقطة الحالية برمية تماس. تعود لمصلحة الكتيبة الهلالية بروح رياضية كبيرة من لاعبي فريق الثقافي الكرمي. تلعب كرة في الأمام حاليا عند الهلال، يتدخل برهوش، يبعد الكرة الماضية، تتحول إلى رمية تماس لمصلحة فريق الهلال حاليا عن طريق سامر الجندي. يلعب كرة في الأمام، نور خليل يستعيد الكرة. عدد من اللاعبين على مستوى تشكيل الفريقين يتحضر للدخول إلى أرضية الميدان عند فريق الهلال. هناك محمود، أو هناك سامر زبيدي، وفي كتيبة العنابي هناك أيضا اسمين آخرين. تبديلين عند الهلال. على ما يبدو سيخرج نور خليل عند العنابي على اليحيى، وحسن برهوش سيدخلان أرضية الميدان. وفي تشكيلة مهند عمر يخرج على ما يبدو معن جمال. و يخرج قطميش على ما يبدو، نعم فادي قطميش يترك أرضية الميدان في تشكيلة فريق العنابي. وعلى الجهة الأخرى نور خليل يترك أرضية الميدان. نور خليل في الكرة وحاليا عنابية، انطلاقة في الأمام، فرصة، لا 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 يا عنابي، لا لا يا صالح، يا نصر الله، لا، ضاعت في اللقطة الماضية بطريقة غريبة، بطريقة غريبة من أمام العنابي. انفراد تام، انفراد تام في المرمى، يعني ضاع، ضاع بغريبة، بطريقة غريبة جدا على يعني كتيبة العنابي التي تتميز حاليا في الشوط الثاني. يصنع الفرص على مرمى الهلال، انطلاقة حاليا على الجهة اليسرى، أبعدت إلى الرمية التماس. الكرة الماضية وصالح نصر الله كان راس براس مع الحارس الهلالي في اللقطة الماضية مهدي الزعبي، أضاعها من أمام مهدي الزعبي، صعب الأمور على نفسه جدا اللاعب صالح نصر الله في اللقطة والكرة الماضية، كان بانفراد تام في المرمى الهلالي. حاليا ضربة ركنية، ضربة ركنية حاليا لمصلحة العنابي. يلعب كرة أمامية داخل المنطقة، خطيرة، إبعاد عن طريق الزعبي، إبعاد عن طريق الزعبي، عادت للفريق الهلالي. يلعب كرة أمامية حاليا، انطلاقة أمامية عن طريق محمد عبيد، مرور بشكل جميل، ممتازة، التسديدة حاليا لا تأتي، ويتدخل، يتدخل الحارس أحمد خليفة، تبقى هلالية أمامية حاليا، لكن يقطع الدفاع العنابي، والعرضية حاليا على الجهة اليمنى، تبقى هلالية عن طريق هاني عبد الله. يضغط الهلال حاليا، يريد تسجيل هدف ثاني، لكن سهلة، سهلة عند أحمد خليفة في أرضية الميدان. سهلة عند أحمد خليفة في أرضية الميدان. الكرة الماضية بالتأكيد العنابي كما قلت لن يكون بالسوء الذي كان عليه في هذا الشوط الأول، في الشوط الأول سيكون أفضل في هذا الشوط الثاني بالتأكيد. هذه كرة ضاعت على العنابي من الجهة اليسرى وسط الميدان. يلعب كرة للهلال، عادت عن طريق سامر زبيدي. يلعب كرة أمامية، يغطي دفاع العنابي في اللقطة الماضية، يبعدها إلى رمية التماس.
تعود برمية تماس هلالية. على الجهة اليمنى انطلاقة حاليا، على ما يبدو بأن الهلال أصبح يلعب بطريقة 4-4-2 أو 4-5-1، بل أن كان يلعب بطريقة 4-4-2 بمهاجمين في تشكيلة الفريق الهلالي اللي هم نور خليل ومحمد عبيد. هذه كرة انطلاقة أمامية هلالية، لكن التسلل حاضر، تسلل حاضر في اللقطة الماضية كان على الكتيبة الهلالية. تعود عنابية يلعب كرة في الأمام، يغطي سامر الجندي في اللقطة الماضية وسط الملعب. الكرة ملعوبة حاليا تقطع، لا يتدخل مرة أخرى محمد أبو ميالي. تعود هلالية يضغط فريق العنابي، يتحسن كثيرا في هذا الشوط الثاني مع بداية يعني هذا الشوط. العنابي صنع فرصة وانفراد أمام مرمى الزعبي. مهدي في كرة كان قادر بأنه يسجل من خلال العنابي هدف التعادل في مرمى الهلال من أجل العودة لنتيجة هذه المباراة وهذا اللقاء. حاليا ملعوبة كرة أمامية، مرور بشكل جميل وخطأ وضربة حرة مباشرة، وبطاقة صفراء على محمد درويش، بطاقة صفراء على محمد درويش من أمام أدهم خويلد في اللقطة الماضية. العنابي أفضل، العنابي أحسن، العنابي أفضل بكثير مما قدمه في الشوط الأول. حاليا في دقائق قليلة من اللعب في هذا الشوط الثاني يدخل أرضية الميدان، يريد بالتأكيد كما قلت تسجيل هدف التعادل في مرمى الهلال. شوف الكرة وأدهم خويلد ومحاولة المرور، ومحمد درويش اضطر لارتكاب خطأ من أمام أدهم خويلد في اللقطة الماضية. بالمهارة حاضر أدهم خويلد في اللقطة الماضية، بالمرور كان حاضر، لكن الإعاقة منعت أدهم خويلد من المرور من أمام محمد درويش. مراوغة كانت جميلة وضربة حرة مباشرة حاليا لمصلحة العنابي، قد تكون حل، قد تكون حل لمصلحة فريق العنابي. العنابي الكرمي، العنابي الكرمي عنده حاليا ضربة حرة مباشرة لمصلحة أحمد قطميش. أحمد قطميش يلعب كرة أمامية داخل المنطقة، لا لا لا، ضاعت 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 على العنابي من أمام الطبال. العنابي، العنابي كان قريب، لكن تدخل، تدخل الدفاع الهلالي في اللقطة الماضية وفي آخر لحظة الكرة كانت رايحة باتجاه الشباك، ضربة ركنية تحولت. شوف الكرة من أمام عبد الله الطبال والضربة الحرة المباشرة، وحاليا ضربة ركنية عنابية تلعب باتجاه المرمى حاليا خطيرة، يبعد الزعبي، يتدخل الدفاع الهلالي، يلعب كرة في الأمام، صراع السرعات حاليا بين محمد عبيد، يسبق محمد عبيد، يمر في الأمام محمد عبيد، خطيرة كرة للهلال تبقى أمامية. يعود الدفاع العنابي يتدخل، يبعد الكرة باستبسال إلى ضربة ركنية بشكل ممتاز في الكرة الماضية عن طريق أحمد قطميش، بشكل ممتاز عاد أحمد قطميش، أبعد الكرة الأخيرة إلى ضربة ركنية من أمام المرمى الهلالي. انفراد آخر يضيع الهلال بعد تمريرة محمد عبيد في اللقطة الماضية، ضربة ركنية حاليا. هاني عبد الله يلعب على مشارف المنطقة حاليا، مرور للهلال طالت عليه في الجهة اليسرى. سامر الزبيدي يلعب كرة عرضية سهلة عند فريق العنابي حاليا بانطلاقة بكرة مرتدة. لو مرت الكرة الأخيرة، لو مرت الكرة الأخيرة واللقطة الماضية لمصلحة العنابي، لكن قبلها احتسب المساعد الأول لناصر البلبول. تسلل على أحمد أبو ناهية في اللقطة الماضية، يلعب كرة في وسط الميدان، تعود لي الحارس مهدي الزعبي. ما زال يعاني العنابي على أرضية الميدان، يعاني على مستوى النتيجة وليس الأداء في هذا الشوط الثاني، لأن العنابي أصبح يصنع الخطورة على مرمى الهلال في هذا الشوط الثاني. وهذه انطلاقة كرة على الجهة اليمنى، يتدخل
يتدخل الدفاع الهلالي، تعود لأحمد خليفة. وسط الميدان لأحمد أبو ناهية، انطلاقة على الجهة اليسرى أمامية، إبعاد الكرة إلى رمية تماس. قول المساعد الأول لناصر البلبول، رمية تماس لمصلحة الهلال اللي ما زال متفوق بعد مرور 20 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني. متابعينا في كل مكان، ندخل الدقيقة 65، ما زال كما قلت العنابي متعادل أمام الهلال، أو خاسر أمام الهلال بهدف مقابل لا شيء. العنابي صاحب التاريخ الطويل والإنجازات الكبيرة، كأس فلسطين مرتين في أعوام 87 و 99، وصافة كأس فلسطين مرة عام 2018، وصافة الدوري بعام 87 و 97 وفي عام 2017، أحرز درع الاتحاد في عام 2008. التاريخ الكبير للعنابي، وبانطلاقة سيئة على مستوى هذا الموسم، العنابي الذي خسر 4 مباريات في يعني 5 جولات لعبها، وفي هذا اللقاء السادس ما زال خاسر أمام الهلال بهدف مقابل لا شيء. خسر على أرضه لقاءين، واحد أمام الظاهرية وواحد أمام العميد، وخسر خارج أرضه لقاءين وانتصر في أرضه في لقاء، وهذه كرة وهذا جول وهذا جول وهذا جول، لكن التسلل حاضر على إيهاب شاهين في اللقطة الماضية. تسلل حاضر على إيهاب شاهين في اللقطة الماضية، في الكرة الماضية لمصلحة هلال العاصمة. قلت بأن العنابي التاريخ الطويل والتاريخ الكبير والتاريخ المجيد الذي صنعت فيه أجيال سابقة إنجازات وإنجازات طويلة، إنجازات وإنجازات طويلة، أمثال كما قلنا الصباح، السيد محمد الصباح والكابتن محمد الصباح، وماهر العبكة وماهر أبو شنب وأحمد الصباح وحسن أبو شنب وحسام جلاد وجمال حدايدة وأسامة أبو علي عليا وأسماء أخرى في كتيبة الهلال، في كتيبة العنابي، صنعت تاريخ كبير في صفوف فريق العنابي. لكن في هذا اليوم، في هذا الدوري، أمور العنابي لا تسر لا عدو ولا صديق للأمانة. جماهير العنابي العاشقة المتيمة بفريقها حزينة جدا على هكذا انطلاقة، لكن الأمور لم تنتهي بعد في هذا الدوري، ما زال هذا الدوري نلعب فقط في الجولة السادسة من الدوري، ما زالت الأمور وما زال التعويض يعني متاح لكل الفرق، سواء عند الهلال أو عند العنابي في أرضية الميدان وفي جولات أخرى قادمة، جولات قادمة مهمة لكلا الفريقين. الفريق الذي سينتصر في هذا اللقاء 3 نقاط مهمة، لكن الأمور بالنسبة لأي فريق يحقق اليوم ال3 نقاط لم تنتهي أو لن تنهي الأمور، ولن تجعله في يعني أمان تام في أرضية الميدان وفي جدول الترتيب. لذلك الحديث دائما عن 3 نقاط في حال كسبها أي فريق هي دفعة معنوية بالتأكيد لي، سواء العنابي أو الثقافي إذا لم يحضر التعادل مثلا في أرضية الميدان ما بين الفريقين. قلنا بأنه العنابي والتاريخ الطويل والأسماء العريقة ونهائيات أو نهائيات لعبت ونهائيات أو بطولات كسبت وربحت من قبل لاعبي فريق العنابي سابقا، الفريق الذي يعتبر بأصغر أعمار على مستوى الدوري، من أصغر أعمار اللاعبين على مستوى الدوري، إذا تحدثنا عن مثلا معاذ برهوش صاحب 18 عام أو أحمد قطميش
صاحب ال 22 عام، او فادي قطميش صاحب ال 20 عام، مثلا ادهم خويلد ب 20 عام، صالح نصر الله مثلا عمره 22 عام، احمد خليفه 22 عام، اعمار صغيره جدا، متوسط اعمار لاعبي فريق العنابي ممكن 21 سنه. عندما نتحدث عن هذا الفريق وعن هذا يعني او هذه السياسه وهذا الكلام، بالتاكيد نتحدث عن ثقه كبيره تمنح من اداره العنابي لاسماء عنابيه صغيره، افضل من صرف الملايين كما تفعل انديه كثيره على مستوى دوري المحترفين. ملعب وسط الميدان حاليا، انطلاقه عنابيه وسط الميدان، كره تعود للدفاع العنابي، تبديلين عند فريق العنابي، تبديل واحد عند كتيبة الهلال، قد تغير من شكل الأمور في دقائق قادمة على أرضية الميدان وعلى مستوى المنافس. هذه كرة انطلاقة حاليا، يلعب الهلال، يكسب رمية تماس من أمام لاعبي العنابي، يكسب رمية تماس من أمام لاعبي العنابي في الكرة واللقطة الماضية، كرة سامر الجندي، ملعوبة وسط الميدان حاليا، يبعد الدفاع الهلالي وسط الميدان حاليا، انطلاقة لمحمد عبيد، محمد عبيد أبو علي يلعب كرة على الجهة اليسرى لمصلحة الهلال، تعود مرة أخرى وسط الميدان لسامر الجندي، انطلاقة بشكل ممتاز، مرور لإيهاب شاهين حاليا على الجهة اليسرى، إيهاب شاهين يلعب للكتيبة الهلالية عن طريق هاني عبد الله، ولكن يعود الدفاع العنابي، تبقى هلالية على الجهة اليمنى، تلعب باتجاه موسى فراوي، يغطي برهوش بشكل ممتاز، يكسب خطأ حسن برهوش بديل فادي قطميش اللي يلعب على الجهة اليسرى مكان فادي قطميش، تغيير مركز بمركز لكتيبة العنابي في أرضية الميدان في الشوط الثاني لمصلحة العنابي حاليا ملعوبة، لكن أقرب للكرة مهدي الزعبي، أقرب للكرة مهدي الزعبي في الكرة واللقطة الماضية، ملعوبة الكرة أمامية، تعود برمية تماس هلالية من أمام هاني عبد الله، أبعدت الكرة الماضية لمصلحة سامر الجندي، يلعب كرة في الأمام، عادت برمية التماس لمصلحة ثقافي طول كرم، الكتيبة العنابية حاليا وسط الميدان، تلعب باتجاه أحمد أبو ناهية، يتدخل سمار، تبقى لدفاعات العنابي، كادت أن تخطئ دفاعات العنابي في اللقطة الماضية، أسامة الصباح يلعب كرة في الأمام حاليا باتجاه عبد الله الطبال مع سامر الجندي، يتفوق عبد الله الطبال، إيهاب شاهين يعود للدفاع، تبقى بتماس لمصلحة العنابي حاليا، يلعب كرة أمامية لأحمد أبو ناهي، عادت الكرة على الجهة اليمنى، انطلاقة للعنابي حاليا، ملعوبة أمامية العرضية، لكن مرت سهلة من عبد الله الطبال، سهلة من عبد الله الطبال، يستعيدها الهلال، يلعب كرة حاليا بمرتدة، لكن ينتظر قليلا، يلعب كرة طويلة باتجاه محمد عبيد، تحولت كرة إلى خارج أرضية الميدان، رمية تماس لمصلحة فريق الهلال حاليا، ما زال اللقاء، ما زالت المباراة بواحد صفر في أرضية الميدان ما بين الفريقين لمصلحة فريق الهلال العاصمي، كما قلت سجل في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول ومن عمر هذا اللقاء، تبديل آخر لمصلحة الكتيبة العنابية، يخرج أو يدخل اللاعب صاحب الرقم 5 عبادة سمحان مكان اللاعب براء أبو ليفة، عبادة
سمحا بالرقم 5 يدخل أرضية الميدان. ثاني تبديلات مهند عمر، تعود بخطأ وضربة حرة مباشرة حاليا لمصلحة الهلال العاصمي. على مرمى العنابي ستلعب الكرة لمحمد عبيد وهاني عبد الله. الكرة الماضية، التدخل والخطأ والضربة الحرة المباشرة عند الكتيبة الهلالية. يلعب كرة في الأمام لأسامة الصباح، تعود يبدأ مشروع هجمة. نقلات جميلة كانت ما بين اللاعبين بثلاث تمريرات لكن عادت وقطعت عند الزعبي، تعود لمصلحة الهلال العاصمي لموسى فراوي أو إيهاب شاهين. حاليا يكسب خطأ إيهاب شاهين. بالرقم 66 إيهاب شاهين في اللقطة الماضية لهاني عبد الله. حمد درويش على الجهة اليمنى لموسى فيراوي، يلعب كرة أمامية. يتدخل الدفاع العنابي في اللقطة الماضية، يكسب خطأ بعد ما قام بالتحجيز على كرته لمصلحة العنابي. تعود وسط الميدان انطلاقة حاليا ملعوبة للعنابي. إبعاد من الدفاع الهلالي عن طريق محمد أبو ميالي إلى رمي التماس. تلعب حاليا، تتحول إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية من أمام علاء اليحيى. كانت الكرة الماضية أو نفذت رمية التماس الماضية على الصورة. أحمد قطميش يتقدم لتنفيذ الركلة الركنية. الكرات الثابتة، الضربات الحرة قد تكون حل للكتيبة العنابية في أرضية الميدان في هذا الشوط الثاني من أجل تسجيل التعادل في مرمى فريق هلال العاصمة. للعنابي حاليا ضربة ركنية ملعوبة. الكرة أمامية حاليا داخل المنطقة بالراس، لم تأتي، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. خارج أرضية الميدان تحولت الكرة الماضية، تعود بضربة مرمى عند فريق هلال القدس. رضا الدعمي وحمزة المغربي سيدخلان تشكيلة فريق العنابي في دقائق قادمة. كتيبة العنابي التي تجري وستجري تبديل خامس في أرضية الميدان. أجرت ثلاث تبديلات عن طريق مهند عمر، وحاليا تبديلين رضا دعمي وحمزة المغربي. ملعوبة كرة أمامية حاليا للعنابي، تعود انطلاقة ملعوبة وسط الميدان حاليا على الجهة اليسرى، تلعب باتجاه منتصف ملعب فريق الهلال. انطلاقة ملعوبة الكرة لو مرت، لكن محمد أبو ميالي يتواجد في الدفاع في اللقطة الماضية. وهذه كرة هلالية انطلاقة، يتدخل الحارس وفيها خطأ لمصلحة الفريق العنابي في اللقطة الماضية. تصادم ما بين اللاعبين، سلامات لحارس العنابي أحمد خليفة، سلامات للاعب الهلال في اللقطة الماضية، سلامات للاعبين على ما يبدو محمد عبيد، وعلى الجهة الأخرى أحمد خليفة حارس مرمى فريق العنابي. شوف التمريرة الماضية باتجاه محمد عبيد، كان معاه معاذ برهوش شقيق حسن اللي بيلعب على الجهة اليسرى. معاذ برهوش، أحمد قطميش خرج شقيقه فادي قطميش وأصبح رباعي العنابي، مكون من عبدالله الطبال، معاذ برهوش، أحمد قطميش وفادي قطميش. دفاع العنابي اللي تلقى
حتى الآن 5 أهداف في مرمى. يلا خليفة جدع يا خليفة. 5 أهداف في مرمى من الأمعري والظاهرية والبيرة والشباب كما قلنا. الفريق اللي في 5 جولات 3 نقاط وحتى الآن خاسر أمام الهلال، أمام فريق العاصمة العنابي الذي بالتأكيد تبديلاته وتغييراته هدفها واحد لا غير، على الأقل على الأقل تسجيل التعادل في مرمى الهلال، خصوصا بأنه ما تبقى من وقت على أرضية الميدان عند كتيبة العنابي من أجل التعديل هي فقط 10 دقائق بقيت من الوقت الأصلي للشوط الثاني، بل المباراة ككل عند كتيبة العنابي 10 دقائق. تبديلات 3 تمت، تبديلات أخرى ستأتي بلاعبين سيتركوا أرضية الميدان ولاعبين سيأتوا بدلاء في أرضية الميدان في تشكيلة مهند عمر. بهذا سيستنفذ فريق العنابي كل خياراته على مستوى الدكة. مسموح فقط هو 5 تبديلات. على الجهة الأخرى عبد الله الصيداوي تبديل وحيد أجراه كان على مستوى الهجوم، أخرج نور خليل أشرك مكانه سامر الزبيدي، أخرج مهاجم أشرك لاعب وسط ليصبح يلعب بطريقة 4-5-1. تبديلين سيأتوا حاليا في التشكيل. يخرج أدهم خويلد، يأتي مكانه حمزة المغربي، وسيخرج لاعب آخر في أرضية الميدان وهو عبد الله الطبال. يخرج عبد الله الطبال، يأتي مكانه رضا الدعمي بالرقم 11 في أرضية الميدان. هل سيلعب مهند عمر ب3 مدافعين في الخلف مكونة من معاذ برهوش، أحمد قطميش وحسن برهوش، يرمي بكل أوراقه الهجومية في أرضية الميدان. ملعب الكرة أمامية حاليا عند نبية، لكن سهلة عند مهدي الزعبي. أخرج لاعب متوسط ميدان اللي هو أدهم خويلد، وأشرك لاعب مهاجم اللي هو حمزة المغربي صاحب الرقم 20. عبد الله الطبال خرج وهو ظهير يمين في تشكيلة العنابي، وأتى مكانه مهاجم أيضا ألا وهو رضا الدعمي. كيف سيصبح شكل العنابي في أرضية الميدان؟ هذه كرة وانطلاقة أمامية لمصلحة العنابي، لكن يقطع الفريق الهلالي عند وسط الميدان. يقطع العنابي بانطلاقة بكرة حاليا أسامة الصباح، انطلاقة على الجهة اليمنى، المغربي يطالب بركلة جزاء، يطالب بركلة جزاء العنابي في أرضية الميدان. وناصر البلبول، ناصر البلبول سيمنح على ما يبدو بطاقة صفراء بداية تمثيل للاعب فريق العنابي في اللقطة الماضية. لا يعطي ركلة جزاء ناصر البلبول في اللقطة الماضية، ركلة جزاء طلب فيها فريق العنابي في اللقطة الماضية، لكن البطاقة الصفراء ستمنح للاعب صاحب الرقم 20 حمزة المغربي. شوف الكرة الماضية والتدخل الماضي، هل كان فيها ركلة جزاء أم لا؟ الحكم دائما للمتابعين، الحكم دائما لأصحاب الخبرات التحكيمية. هذه كرة حاليا تعود هلالية، انطلاقة على الجهة اليمنى، 18 عام لحمزة المغربي، يطالب بركلة جزاء في اللقطة الماضية لا تأتي،
تلعب كرة هلالية تعود بخطأ وضربة حرة مباشرة أفضل بشكل كبير. هذا العنابي، هذا العنابي أفضل بشكل كبير في أرضية الميدان في هذا الشوط الثاني. على الأقل على الأقل صنع خطورة على مرمى الفريق الهلالي، وكان قريب من تسجيل هدف التعادل عن طريق أدهم خويلد. خرج وترك أرضية الميدان. هذه الكرة والإعادة للمتابعين لحمزة المغربي. هل كان فيها ركلة جزاء أم لا في اللقطة الماضية؟ الحكم لكم، التعليق لي، الوصف لي. الضربة الحرة حاليا لمصلحة فريق الهلال على الجهة اليمنى من فريق الهلال وهجومه ملعوبة الكرة أمامية تعود من دفعات العنابية أحمد أبو ناهية. يعود بالخلف، يحتاج لتنظيم أكبر على مستوى التمريرات فريق العنابي حتى يستطيع تسجيل هدف التعادل في مرمى الهلال. هذه كرة يستعيدها دفاع الهلال، يلعب كرة في الخلف. أمامية الكرة حاليا عند الهلال العاصمي، انطلاقة بكرة أمامية خطيرة لهلال القدس حاليا. محاولة المرور، مرور بشكل ممتاز، إبعاد عن طريق الدفاع، إبعاد عن طريق الدفاع بشكل ممتاز في اللقطة الماضية. عادت لمصلحة لاعبي العنابي، انطلاقة حاليا بكرة طويلة ملعوبة باتجاه أحمد أبو ناهية لكن أقرب للدفاع الهلالي. يقطع الهلال وسط الميدان، كرة مرتدة لا تكتمل، تتحول إلى رمية التماس. تلعب لمصلحة العنابي الكرمي حاليا وسط الملعب، انطلاقة والتسديدة لمصلحة العنابي مرت بسلام على مرمى الهلال العاصمة. غاب عنها التركيز في اللقطة الماضية، غابت عنها الدقة في اللقطة الماضية. تسديدة ثقافي طول كريم على مرمى مهدي الزعبي. كرة ملعوبة في الأمام، يلعب كرة تعود من دفاعات الهلال. برمية تماس حاليا لم يتبقى الوقت الكثير للعنابي. الوقت يمر بشكل سريع على جماهير ثقافي طول كريم حاليا في بيوتها تتابع المباراة خلف الشاشات. يمر عليها الوقت بشكل سريع، وهذا انطلاقة، هذا إيهاب شاهين، لكن يتدخل خليفة في اللقطة الماضية. أحمد، تعود كرة من الدفاعات الهلالية. الهلال عنده كرة حاليا، انطلاقة على الجهة اليمنى، محمد عبيد، أبو علي عنده كرة تعود من الدفاعات العنابية، يحتاج لبناء هجمات منظمة بشكل أفضل فريق العنابي في أرضية الميدان، يحتاج للتنظيم بشكل أكبر على مستوى اللاعبين. يلعب كرة حاليا وسط الملعب، انطلاقة على الجهة اليسرى، كرة عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء حاليا، كرة تتحول إلى ضربة ركنية لمصلحة العنابي، ضربة ركنية لمصلحة العنابي حاليا في أرضية الميدان، ركنية عنابية حاليا. كرة تبحث عن أحد الرؤوس، تبحث عن رأس صالح نصر الله وأحمد أبو ناهية وعلاء اليحيى وحمزة المغربي وباقي الأسماء العنابية. هذه كرة تلعب بشكل قصير على مشارف المنطقة، ملعوبة داخل المنطقة، التسديدة الأخيرة تحولت إلى خارج أرضية الميدان. تسديدة خطيرة لمصلحة العنابي في اللقطة الماضية، كانت قريبة جدا من مرمى الحارس مهدي الزعبي. قلت الثقافي في الشوط الثاني أحسن، أحلى، أفضل، أكثر تنظيما من الشوط الأول، لكن حتى الآن تعادله أو التعادل لم يأتي في مرمى فريق هلال العاصمة في أرضية الميدان. دقيقة واحدة
متابعينا في كل مكان على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول ما بين الفريقين. دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي. العنابي العنابي يسابق الزمن يسابق الزمن من أجل تسجيل هدف التعادل في مرمى الهلال، خصوصا بأن الهلال لم يسجل سوى هدف وحيد، فالفرصة ممكنة فالأماني ممكنة بالنسبة لجماهير العنابي أن لا تخسر اليوم. يعني الكثير والكثير لكتيبة العنابي، يعني الكثير وكثير لجماهير الثقافي، يعني الكثير والكثير لهذه الجماهير العاشقة لفريقها الذي غابت عنه الانتصارات في 4 جولات. وهذه كرة تعود لمصلحة الفريق الهلالي، مرتدة لم تستغل عند فريق ثقافي طول كرم. ثمان دقائق على نهاية الوقت الإضافي من المباراة متابعينا الكرام. ثمان دقائق يضيفها دويدار محمد دويدار، الحكم الرابع في أرضية الميدان، المساعد الرابع محمد دويدار. ثمان دقائق، تبديلين قادمين لمصلحة فريق الهلال. وسط الميدان حاليا انطلاقة هلالية، مساحات كبيرة في دفاعات فريق العنابي الذي يلعب بثلاث مدافعين من أجل يعني تسجيل هدف التعادل. زاد عدد المهاجمين وقلل عدد المدافعين، أمور قد تكلف الثقافي هدف في مرمى، أو كانت ممكن أن تكلف الثقافي هدف في مرمى، لكن الأمور صارت بشكل ممتاز في الشوط الثاني بالنسبة لكتيبة العنابي التي كما قلت حتى الآن خاسرة بهدف مقابل لا شيء، ليست بالنتيجة الكبيرة، قادر من خلالها فريق العنابي أن يعود في النتيجة في أرضية الميدان في أي دقيقة قادمة. هذه كرة حاليا للهلال، قد يضيف هدف ثاني. فريق الهلال يلعب داخل منطقة الجزاء، انطلاقة فيها فرصة، سامر الجندي ويتدخل، يتدخل قطميش أحمد بشكل ممتاز في دائية كبيرة عند دفاعات العنابي، تلعب بثلاث مدافعين وتؤدي بهذه الطريقة بشكل ممتاز عند أحمد قطميش بشكل ممتاز. تبقى هلالية، انطلاقة سامر الجندي، تمريرة قصيرة على الجهة اليسرى لمصلحة الهلال. سامر الجندي على اليسار، انطلاقة حاليا، محاولة لعب الكرة عادت لدفاعات العنابي، يستعيدها الهلال على الجهة اليسرى، ملعوبة في الأمام باتجاه إيهاب شاهين، يكسب ضربة ركنية. تبديلين، دفعة واحدة لمصلحة الكتيبة الهلالية، سيخرج إيهاب شاهين، يأتي مكانه محمود صباح. يخرج إيهاب شاهين بالتأكيد. ويخرج في التبديل الثاني من لاعبي فريق الهلال. لاعب ساري جد الله، خلاص بالنسبة لعبد الله الأمور أصبحت دفاعية أكبر حاليا. كرة هلالية، دخل محمد صندوقة لمصلحة الهلال، ملعوبة كرة على الجهة اليسرى، هلالية حاليا ملعوبة في الأمام، محاولة التسديد على المرمى لكن الدفاع على عنابي موجود في اللقطة الماضية. خطأ لمصلحة فريق الهلال، أو لمصلحة فريق العنابي في اللقطة الماضية على الهلال. لعب الكرة أمامية حاليا، خلاص العنابي عنده دقائق قليلة على نهاية الوقت الأصلي، أو الوقت بشكل كامل، وقت المباراة والوقت الضائع. وهذه كرة على اليمين لكن لم تمر من دفاعات الهلال، يجاري الزمن هذا العنابي من أجل تسجيل هدف التعادل. عبد الله الصيداوي يجري مع لاعبه على الخط، يشتاق كثيرا لممارسة كرة القدم، لكن يا عبد الله أنت كنت حارس ولم تكن لا جناح ولا مهاجم ولا لاعب وسط، لكنه يحفز لاعبيه بطريقة خاصة على أرضية الميدان، خصوصا بأنه لم يتبقى الوقت الكثير، لم يتبقى الوقت الكثير حتى تأتي صافرة النهاية. وعند عبد الله الصيداوي، عند عبد الله الصيداوي 4 دقائق على تحقيق الانتصار، 4 دقائق على تحقيق الانتصار، و4 دقائق عند العنابي
على تسجيل التعادل. ملعوبة أمامية، السلام، التسديدة، ويا السلام على الكرة الماضية، لكن الحارس يتدخل، الزوبي يتدخل في اللقطة الماضية، ومرة أخرى كلاكيت ثاني مرة صالح نصر الله يضيع للعنابي ما لا يضيع. العنابي في الشوط الثاني قدم الكثير والكثير من الأداء الذي يشفع لهذا الفريق من التعادل وتسجيل التعادل. شوف التمريرة الأخيرة المميزة عن طريق حمزة المغربي، وصالح نصر الله كانت تحتاج للقوة أكبر. يا صالح، هذه هلالية ملعوبة في الأمام، خطيرة، تبقى هلالية، جول 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 جول. خلصت خلاص في أرضية الميدان. الهلال يسجل الثاني في مرمى العنابي، يسجل الثاني في مرمى العنابي بكرة مميزة لكتيبة عبد الله الصيداوي، لأبناء وصغار عبد الله الصيداوي. العنابي خلاص يتلقى الهدف الثاني بعد أن يعني حاول تسجيل هدف التعادل. هذه الكرة وهذا الجول الهلالي في أرضية الميدان عن طريق سامر زبيدي. سامر زبيدي يسجل من أمام أربع لاعبين عند الثقافي، ويسجل هدف ثاني لكتيبة الهلال. الهلال خلاص يضيف هدف ثاني، يعمق جراح العنابي، يعمق جراح العنابي، وخامس خسارة، خامس هزيمة في هذا الموسم من ست جولات. بالتأكيد 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 الأمور ليست بالسليم والتمام عند كتيبة العنابي، ليست بالتمام عند كتيبة العنابي. وهذا الرجل ثلاث نقاط إذا كسبها في هذا اليوم ستخفف الضغط الكبير والكبير جدا عنه على مستوى يعني نتائج الفريق، وستعطي بالتأكيد الوقت لعبد الله الصيداوي لكي يتنفس الصعداء، لكي يفكر أكثر فيما هو قادم، يبتعد عن ضغط الجمهور، انتقادات الكثيرين، ويبقى في الأيام القادمة من أجل التحضير لما تبقى من مباريات لمصلحة فريق الهلال. ثلاث نقاط بالتأكيد سترفع رصيد الهلال، وهزيمة لهذا الرجل حتى الآن قد لا تعطي أو لا تعطي العنابي أي نقطة في أرضية الميدان. يبقى العنابي كما قلت بخمس خسائر وفوز وحيد، ثلاث نقاط للعنابي، أموره صعبة تماما للأمانة. حاول في هذا الشوط الثاني، صنع الفرص، قدم أداء جميل، أضاع انفرادين عن طريق صالح نصر الله، كان ممكن قبل دقيقة واحدة العنابي يعني أن يسجل هدف التعادل في مرمى الهلال. وسبحان الله تضيع كرة صالح نصر الله، يأتي زبيدة ويسجل الهدف الثاني في مرمى العنابي لمصلحة الهلال. العنابي في الشوط الثاني صنع الكثير والكثير والكثير متابعينا في كل مكان. العنابي يحتاج لوقفة جادة من عشاقه، من متابعيه، من أبناء يعني طول كرم والغيورين على هذا النادي العريق، على هذا النادي الذي توج ببطولات عديدة، خرج أسماء كبيرة للكرة الفلسطينية، صنع الكثير والكثير. هذا الفريق المحبوب من قبل الكثيرين ليس فقط على مستوى طول كرم، فلديهم هناك مثلا حب متبادل ما بين جماهير أندية أخرى. والعنابي هو نادي، هو فريق وطني بامتياز، لذلك على الغيورين، على العاشقين، على المحبين لهذا الفريق، لهذا النادي، بأن يقوموا ويصنعوا يعني ما ينقذ هذا الفريق في أيام قادمة. خمس أو ست جولات العنابي عنده ثلاث نقاط فقط، مثلا في الموسم الماضي العنابي في أول خمس جولات حقق خمس نقاط على الأقل، أفضل من ثلاثة، كان عنده انتصار وتعادل وخسارتين. اليوم نتكلم عن جولة سادسة تبدأ ومعها العنابي فقط حصل ثلاث نقاط. هذه أمور بالتأكيد لا يقبلها العاشق العنابي، ولا يقبلها أي متابع للكرة الفلسطينية وللرياضة الفلسطينية. على كل عشاق العنابي بأن يقفوا مع الفريق، بأن يقفوا مع هذا الفريق، ويقفوا وقفة رجل واحد من أجل إنقاذ العنابي قبل فوات الأوان. أقولها نعم، قبل فوات الأوان. ست جولات مضت، ست جولات انتهت، ست جولات مرت على العنابي بانتصار وحيد وخمس خسارات،
تبقى على مرحلة الذهاب كاملة خمس جولات فيها يعني، ومن هذا اليوم يجب أن تكون هناك وقفة جدية لهذا للذي يحصل، للنتائج السيئة للعنابي. لا يمكن أن يستمر العنابي بهذا الأداء، بهذه الطريقة، بهذا المستوى، خصوصا بأنه بنفس العناصر صنع يعني نتائج متميزة في مواسم سابقة على اللاعبين، على الجماهير، على إدارة الفريق، أن يقفوا جميعا وقفة رجل واحد من أجل أن يكون العنابي في مكانه الطبيعي. وأقول نعم، مكانه الطبيعي وهو منصات التتويج. نعم، هذا العنابي الذي تعود عليه جيل السبعينات والثمانينات، تعود عليه جيل السبعينات والثمانينات فريقا بطلا متوجا حاملا للألقاب والكؤوس. لا يمكن أن تقبل جماهيره، ولا يمكن أن نقبل نحن بأن يبقى الهلال بهذا الأداء وبهذا بهذه النتائج وبهذه الخيبات المتتالية. لا جماهيره تقبل، ولا متابعي الكرة الفلسطينية تقبل. وبإذن الله نتمنى بأن يكون في الأيام القادمة أمور مختلفة، نتائج مختلفة، أحداث مختلفة، صحوة مختلفة للكتيبة العنابية تعبر عنها ملامح هذا الرجل أحمد أبو ناهية مع نهاية هذا اللقاء. يعني انتصارات أو انتصار وحيد حضر، خمس خسارات تحضر في ست جولات من دوري المحترفين على عشاق العنابي ورجاله. أن يقفوا اليوم وقفة رجل واحد، وإن لم يقفوا اليوم قد يأتوا في الموسم القادم وتكون الدموع تذرف كما تذرف الآن في ملعب فيصل الحسيني من قبل عشاق ومحبي هذا الفريق. متابعينا في كل مكان، مبارك للهلال العاصمي. هي بداية الصحوة، هي معنويات تكسب بثلاث نقاط لعبد الله الصيداوي، وعلى الجهة الأخرى نقاط ثلاث تخسر تذهب من مهند عمر، تصنع الضغط عليه في الأيام القادمة. متابعينا، أنتقل الآن إلى الزميل مجدي القاسم في الاستوديو التحليلي. مجدي زميلي، إليك الكلمة.